وصلنا لمحطتنا الختامية نرمين. من فكرة صغيرة بدأت بإعادة استخدام الأقمشة وتدويرها بهدف الاستفادة منها بمجالات مختلفة. الهدف بدأ مع مجموعة من السيدات والصبايا من أعمار وفئات مختلفة. الأقمشة الدمشقية التراثية الموجودة بكل بيت دمشقي صارت أعمال يدوية مشغولة بطريقة فنية وتراثية. إبرة وخيط هو عنوان المجموعة يلي انطلقت لتحقق الهدف، واليوم هن معنا وضيوفنا لحتى نتعرف منهم كيف كل سيدة بقدرت بإمكانياتها وبين إيديها أنه تعمل فكرة جديدة ممكن أنه نستفيد من خلالها من الأقمشة المتاحة بين إيدينا. معنا ضيوفنا لليوم الأنسة رزان كيلاني وهي عضو بمجموعة إبرة وخيط، وأيضا السيدة ريهام دالاتية أيضا هي ضمن المجموعة. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم أنسة رزان والمدام ريهام، أهلا وسهلا فيكم. يسعد لي صباحك ورمضان مبارك على الجميع. علينا وعليك يا رب. بداية خلينا نبدأ من إبرة وخيط، نتعرف أكثر على هي الفكرة معك. مجموعة إبرة وخيط هي مجموعة من السيدات جمعهم حبهم لحرفة إعادة التدوير، جمعهم حبهم للعمل الجماعي. طبعا حرفة إعادة التدوير هي موجودة بذاكرة المرأة السورية، يعني كل بيت بتذكر ستاتنا بيحوي شيء من شغل المرأة، يعني المرأة بتحب فكرة إعادة التدوير وصنع أشياء حلوة تزين فيها بيتها. هالحرفة نحن حابين أنه نرجع نحيها، حابين أنه ترجع السيدة تحط لمستها بكل بيت، يعني كل بيت فوتي تحسي في لمسة هالسيدة، في من شيء من روحها وشيء من الموجودات اللي عندها. يعني نحن بمجموعتنا ممنوع أنه نشتري قماش، كله إعادة تدوير. حاولنا أنه ندخل قماش تراثي سوري، القماش التراثي السوري طبعا هو قماش عريق معروف عالميا. ملكة بريطانيا عملت فستان عرسها يعني من البروكار الدمشقي، فنحن عم نحاول نرجع ندخل بشغلنا قماش الصايا، الاغباني، البروكار، لحتى نحط فيك تقولي انه بصمتنا. يعني حرفه اعاده تدوير هي حرفه موجوده بكل العالم، فنحن حتى نتميز بمجموعتنا بشغلنا بشغل هالمراه السوريه حاولنا انه ندخل قماش شيء من تراثنا وهويتنا، شيء من تراثنا، ولنثبت انه المراه السوريه متمسكه بتراثها وبتقاليدها. اكيد. هلا اليوم معنا ست ريهام، حضرتك رح تبلشي بالابره والخيط، تفرجينا شوي من خليني اقول نموذج من النماذج. ما بعرف قديش رح نلحق نخلص اليوم، بس خلينا نبلش وحضرتك عم تحكي، احكي لي هيك وانت عم تشتغلي شوي عن ال ممكن نساوي هي مخده او نعملها شرشاف. بنبدا اول شيء بالمربع الاولاني بالنص، بعدين نحط مقابله مربع بمربع، بعدين ناخذ على قدها نفس القماشه كمان نفسها بس بنفس فينا العرض. فينا نرفع شوي مشان يقدروا الشباب المصورين او يقدروا اخذوا ايوه تماما، بس مشان تظهر. هلا هذا المبدا اللي كمان خليها مرفوعه، هذا المبدا هو اللي بيشتغلوا عليه كل الشغل اعاده التدوير، هو مربع بمربع ايه. تماما. هلا صار واضح ان المبدا يمكن على الكاميرا، تفضلي. والمفروض يكون كله نفس العرض. هلا بناخذ كمان بدنا نكمل كل ما كل ما كبرنا وخيطنا بنحط مقابلة دائما دائما مقابلة نفس العرض ونفس الطول، وبتطلع كل قطعة بنحطها بتكبر أكبر وأكثر وأكثر. نعم تماما. يعني هلا انا عم دور الوش على الوش دائما على هذا المبدا. السيده ريهام عم تشتغل المبدا كانوا يشتغلوه اهل تدمر، بيعتمدوا على قطع صغيره يعني مربعات مستطيلات، فبنحصل على هالشكل اللي انت شايفتيه اللي هي عباره مخده وفق يعني شغل التدمر. هو هذا الشكل النهائي اللي هذا الشكل النهائي. في عندنا كمان هالمخده تمام، هذا هو اللي نحن بنعرفه عن إعادة التدوير. شغل السيدة عائدة صدير شغلة كتير متقن. طبعا بتلاحظوا بكل قطعة مشغولة يعني السيدة بتحكي عن حالها بهالقطعة. السيدة عائدة كتير سيدة متقنة بشغلة، فبتحسي من شغلها. نعم. السيدة إيمان هي شغل مخدتها إيمان، يعني بتحسي عندها روح التفاؤل، بتحب الألوان، من الألوان فبتحسي من مخدتها إنه فيها روح. طبعا نحن كل قطعة عم نشتغل عنها شغل حر، يعني مو
شرط بس مربعات ومستطيلات، ممكن يكون عندنا عدة أشكال. في نماذج رح نستعرضها مع حضرتك، لأن احنا عم نترك السيدة ريهام عم تشتغل ورح نستعرض بعض النماذج. في بإيد سلمى، خلينا نبلش من موجودة بإيد سلمى. هي كمان جامعين مربعات حاطينهم بتشكيل حلو. شو عندك زايد شرشف؟ شو زايد عندك قماش ممكن إنك تستخدميه؟ القطعة اللي بإيد حضرتك شيء مختلف شايفين. أنا برسم، أنا رسامة، فمدخل مرة سورية طبعا متمسكة بجذورها وبتراثها، دخلت قماش الصاية وعملت منه لوحة فنية من شغلات موجودات عندي، حاولت اني اخلق شيء حلو. طبعا في عنا كمان هي مخدة، يعني الخيارات والالوان والنقشات والافكار عم بتكون كمان مختلفه. هون هي المخده، هي المخده القماشه من خالتي الله يرحمها، كل ما بشوف هالمخده بتذكرها. فنحن يعني بحب يعني الفت نظر السيده انه كل قطعه بتحمل ذكرى. نعم. كل قطعه يعني اشتغلتها السيده بساعات من التجارب والاحباط بجوز والفرح، فهي يعني فينا نقول قطعة صنعت بحب، وهي جمال العمل اليدوي. أكيد، ويمكن كمان التجديد بقلب البيت اليوم نحن طبعاً. بظل الظروف اللي عم نعيش فيها، لما حدا بيكون مقبل على الزواج، ونحن بنعرف يعني بالعادات والتقاليد بالعموم كل بنت بتحب تطلع شيء من البيت. صحيح صحيح. مثلا بتقول بيتخانقوا البنات، انا بدي اخذ من عند ماما هذا اللي خليني اقول غطى التخت كان ذكرى او كذا. فلما هي بتقدر تاخذ شيء وترجع تعيد صنعه لحتى تعطيه رونق. طبعا المهم ندخل بهذا التفاصيل. يعني انا مثل ما انا شايفه هلا السنه كان كثير موضه المخمل والشاموا بالعموم. يعني قطعه بعدين قطعه، يعني فيها من روح السيده وعم بتزيني فيها بيتك. ونحن طبعا بنشارك بمعارض، يعني بمراكز ثقافيه، بمجمع دمر الثقافي، فبيصير في مجال كمان السيده انه تسوق. يلي حابب انه يكون مشروعه يعني يدر عليها يعني وارد مادي، كمان نحن مجموعه ابره وخيط بنامن لها هالشيء. طبعا نحن بنشتغل، ميزه عملنا انه نحن عملنا جماعي، العمل الجماعي دائما في ديمومه. نعم. يعني بنشد على بعضنا، بنقوي بعضنا، بنحمس بعضنا. كل سنه بنشتغل لوحه اسمها لوحه جماعيه. هي اللوحه الجماعيه طبعا بتضم كذا سيده بيشتغلوا مع بعض، فهالروح الجماعيه اللي عم تجمعنا شيء كثير حلو. وعم نرجع نذكر السيده بانه حرفه اعاده التدوير لازم ترجع لكل بيت سوري. نحن بنجتمع بمجمع دمر الثقافي كل سبت من 10 ل 12، تدريبنا مجاني، يعني اهلا وسهلا باي سيده بتحب تجي، بس عليها تجيب ابره وخيط. هي يعني تسميه مجموعتنا البسيطه، ما بنشتغل بمكنه الخياطه، كل شغلنا بايدنا. اذا بتلاحظي القطبه بنحاول دائما قطبنا تكون ظاهره لنبين جمال العمل اليدوي. يعني العمل اليدوي بتميز مثل ما حكيت انه في حرفيه دائما روح. اليد السوريه بتميز بحرفيتها، وعم نشوف اعمال كثير حلوه بتشبهنا. صحيح بتشبه تراثنا السوري. الاقمشه حتى اللي فيها هي يمكن هذا قماش الصايه، اقمشه تراثيه اللي هذا القماش التراثي الصايه. كمان ممكن السيده مو بس انه يعني مو بس انه تعمل جلايل. هلا انا عندي هذا القميص مثلا مالي، انا ما جا بالي يعني داخل ايه منه، ممكن ضيف عليه لمسه مثلا على الجينز مثلا، ممكن حط شغله، يعني ممكن انا اني اعمل اكثر من شغله. هي الجلاله اللي شايفتيها بايدك هي جلاله من الاغباني. كنا على طول نجيب جلايل اغباني ومعها جلايل صغار يعني تنحط تحت الصحن، اغلب السيدات ما بيستخدموها بيحطوها على جنب. فانا جبت من سيده يعني هدول القطع وجمعتهم مع بعض بقطبه ظاهره، يعني حتى اصنع قطعه ما بتشبه اي قطعه موجوده بالسوق. يعني احنا عم نعلم المراه انه ما تكون استهلاكيه، خليها تكون منتجه، ترجع لهالتراث اللي موجود عندنا. يعني السوريين متميزين بحرفيتهم بالشغلات الحلوه اللي بيصنعوها. هي صنعتها بالزمن الكورونا، هي عم تنزل ميداني كثير مشان الكورونا. كمامه يعني كمان يعني ممكن اي شيء السيده تصنعه. يعني هي الكمامة الطبية أصلا؟ لا ما لها طب، يعني هي بس هيك يعني هي فكرة يعني حبيت. في كثير براندات يمكن تماما السيدات كانوا كثير عم يشتغلوا هذا الشيء بقلبها. في سيدات اشتغلوا يعني طبعا بيشتغلوا الكمامات ممكن من القماش، بس انا لا مو طبية هي. هي ممكن تتعلق على انه الكمامة لازم تكون ضمن مواصفات طبية، طبعا بدها تكون ما يتم استخدامها وغسلها، ولكن هو بس مجرد انه فكرة يعني انه احنا متواجدين ابرة وخيط متواجدة بزمان الكورونا. هذا ممكن يتعلق على بنطلون الجينز، بينحط فيه الموبايل، بينحط فيه مصاري. حاولت استخدم القماش البروكار بقطبه كمان مثل ما حكيت، قطبه ظاهره، بقطبه ظاهره لحتى نبين شغلنا الحرفي. اكيد
يعني يمكن كمان الست ريهام عم تشتغل لسه وعم يظهر معنا على الشاشه المراحل، اكيد يعني هذا الشغل بياخذ كثير من وقت السيده، اكيد، ولكن بيعطيها بنفس الوقت هيك منتج مختلف وغريب وحلو بقلب البيت. نحكي شوي عن هي التجربه، قديش بتاخذ من كل سيده وقديش بتعطيها؟ هلا كل امراه عندها وقت فراغ كثير، خصوصا هلا بهالوقت الكورونا، انه تشغل حالها واوقاتها كله دائما فيه. هلا بنفس الوقت بتحب انه تعطي شيء طابع لبيتها وزينه بيتها، وبنفس الوقت نحن احيانا عم نعمل معارض وعم نبيع هالمنتجات. هلا بهالفتره هي ساوينا قطعة ممكن نكملها، ممكن تصير لآخر هالقماشة، وبوقت كتير كتير قليل. يعني أوقات إنه الواحد ما عنده شيء يشغله إلا إنه يشتغل بهالإبرة وبهالخيط، ولا عم نستخدم لا ماكينة ولا أي شيء. يعني في عندك قطعة إذا بتحبي كمان تشوفيها اللي تحت، أيوة هي كمان شغل السيدة ريهام. كمان هي بال يعني بيتا. كمان شغلتها هي، شوفي القطبة شو حلوة. يعني شو المواد اللي استخدمتيها ست ريهام؟ القمايش اكتريتها المخمل اكتريتها تبع التنجيد. يعني هي خلينا نقول بالوقت الحجر الصحي كنت يعني بالحجر الصحي طلع معها الشغلات الحلوة عن جد. يعني هي العمل الصايا كمان كثير كانت حلوه اذا بتشوفيها. يلا رح نشوف كل شيء. تمام. هو جمال العمل اليدوي انه بيفرغ طاقات سلبيه، يعني صحيح. ما بتحسي بالوقت اللي بيضيع معك. بعدين شغله ثانيه انه انت اذا كانت ام هي قدوه لاولادها، فلما عم تعلمهم يستثمروا الوقت، عم بيشوفوا امهم على طول عم تشتغل، يعني ما في فراغ عندها، فهن عم بيتعلموا منها استثمار الوقت. هي القطعه اللي حكينا عليها انه كمان شغل تدموري مدخلين فيه قماش الصايا. طبعا نحن يعني بجوز ما يتأمن معنا قماش بكميات كبيرة، ولو شيء بسيط بنحطه بالقطعة لأنه بيعطيها جمال وبيعطيها هالصفة التراثية. إعادة التدوير إنه نحن ما نكب شيء أبدا. خلينا نحكي عن موضوع كتير مهم، يعني نحن عم نشوف منتجات كتير حلوة كتير فريدة ما بنلاقيها بالسوق. خلينا نحكي عن التسويق، كيف الأشخاص ممكن يحصلوا على هاي القطع؟ هلا نحن في إلنا طبعا صفحة على الفيسبوك اسمها مجموعة إبرة وخيط إعادة تدوير الأقمشة التراثي. نحن كل فترة بنعمل معرض بمراكز ثقافية، من خلال هالمعرض نحن بيصير طبعا تسويق لمنتجاتنا. ممكن نشارك كمان بأسواق لاورا، اسواق عندها اسواق الصيف والربيع والخريف والشتاء. فمن خلال هالمشاركات ممكن نحن ان نسوق لمنتجاتنا. طبعا نحن بالمستقبل بنطمح انه التسويق يكون عندنا بشكل افضل، يكون في انتشار اكثر. حابين فكرتنا انه تنتشر على نطاق اوسع، يعني نحن ساعتنا محصورين بدمشق، حابين انه نطلع للمحافظات، يعني نستقطب السيدات اكثر، نخليهم يحبوا هالحرفه ويرجعوا لها. يعني اكيد، وخصوصا لانه موجود بكل المحافظات حقيقه. هي التجربه بتلاقيها عند كل سيده، بتختلف البيئه، يمكن تختلف المواد المستخدمه فيها. صحيح. بس محافظاتنا بالعموم مشهوره خليني اقول المشاريع المنزليه عند السيدات. صحيح. كل حدا بيقدر يبدع. كمان عم نشوف نموذج ثاني، هو شنطه هي كمان كامله ولا انت معدله عليها؟ شغل السيده ريهام كامله، هي يعني هي موصلتها كلها مع بعض طبعا من الاقمشه اللي موجوده عندها. نحن القماش ممكن يكون منأمنه من بعضنا، او ممكن مثلا مشغل عنده قماش زياده مثلا، بس ولا تفوت قماشه بعد هي الحلقه بنكب بالبيت كله راح اجيب لك اياهم عن جد. يعني هيك النتيجه النهائيه تعلميني او حتى ممكن اكيد يعني ولا تكوني معنا حتى بتصير يعني بمفهومك مفهوم التدبير، يعني المنزل انه تكوني مدبره ما ترمي اي شيء. يعني وانه هالاشياء البسيطه يعني بتفرح الوحده بحالها، انه ممكن من اشياء بسيطه تصنع
شغلات كثير حلوه لبيتها، يعني هي عملتها انا مساكه كمان اذا شايفتيها تمام للمطبخ، يعني كمان هيك قطع زياده صغيره عندي اياها، فكل قطعه ببيتك انت الثياب بنقدر نستفيد منها كمان، الثياب اللي ما بدك اياها يعني اللي ما او حتى مثل ما حكيت لك ممكن قطعه انت مالية منها ممكن تحطي عليها قماش يعني ودارج هلا موضه، يعني اهم شيء بابره وخيط نرجع بنركز على فكره انه هو عم يكون تدريب مجاني للسيدات، تدريب مجاني للسيدات، اهلا وسهلا باي سيده يوم السبت بمجمع دمر الثقافي من 10 لل 12، يعني نحن بنحب نكون كتار، بنحب نرجع ننشر هالفكره، فكره اعاده تدوير الاقمشه التراثي، بناكد على التراثي، عم نحاول نستخدم دائما قماش تراثي. أكيد. نرجع لاصولنا يعني اكيد. نعم. يعني هلا ونحن عم بختام فقرتنا عم نشوف مع ست ريهام هي لوين وصلت، وبدنا نرجع نذكر كل قطعة موجودة بالبيت هي ما بتكون بس مجرد شيء للزينة، مشروع إبرة وخيط هو مشروع بيعبر عن الوقت الحالي اللي نحن عايشين فيه، فينا وبنقدر نحن ما نوقف بمحلنا، ما نكون بمكاننا ناطرين كل شيء يجينا على جاهز، نقدر نحن نصنع بإيدينا شيء من ضمن الظروف اللي موجودين، ما نستهين بأي شيء ممكن نستفيد منه، يعني قطعة قديمة بالبيت ما بدنا إياها، شيء معين، هذا هو الأساس، التدبير المنزلي اللي موجود عند كل سيدة سورية. أنا كثير فخورة فيكم اليوم، فخورة بكل امرأة وبكل نموذج حقيقة هو قدران بهذا الوقت ما يوقف يتفرج ويستنى ويحسبها بالورقة والقلم ويقول ما فيني اشتري هي وما فيني اشتري هي، لا أنا فيني بقلب البيت راس مالي إبرة وخيط اقدر اعمل كثير من الموجودات اللي موجوده عندي، ممكن اعمل قطعه كثير حلوه زين فيها بيتي، ممكن تكون مردود حتى استفيد منها هي مو بس للزينه، يعني صحيح مثل ما شفنا هلا الثياب يمكن تكون غاليه كثير، فاذا انا عندي قطعه بقدر صحيح ارجع استخدمها مره ثانيه. انا كمان دخلت القماش بلوحات، يعني انا برسم اذا اللوحه واضحه عندكم، دخلت القماش يعني ورسمت رسم زيتي كمان معه وعبرت عن هاللوحه بكلمات، يعني أنت جميلة عندما تخيطين جراحك لتنشري السعادة في كل مكان، يعني المرأة بتضل يعني بتتحمل كثير بتلملم حالها كثير يعني لحتى تنشر هالسعادة وتنشر هالإبداع تبعها بكل مكان يعني. أكيد. بالختام نحن سعيدين جدا اليوم انه كنتوا معنا، تعرفنا على مجموعه ابره وخيط، هاي المجموعه يلي بفكرتها بتشبه السيده السوريه والام السوريه اللي ما بتكب شيء ابدا. صحيح. واكيد بتحاول قد ما فيها تعيد تدوير وتزرع الجمال والفرح حواليها. بدنا نشكركم كثير اليوم لوجودكم معنا. شكرا كثير لك، شكرا كثير لكم، بتمنى من كل سيده سوريه تنتسب لمجموعه ابره وخيط، بيشرفنا نكون يعني بنحب نكون كثار يعني. اكيد بنتمنى هذا الشيء. شكرا لك ست ريهام، يعطيك العافية على الشغل الحلو. شكرا لك ست رزانيا مرة ثانية. كل اللي بيقدر ينتسب أكيد ينتسب، أو حتى ممكن تكوني حرضتي عند الناس فكرة يعني مو قدران يكون موجود معكم بس قدران يعمل شيء، ممكن يتواصل على صفحتنا، يعني نحن كمان بنضل على تواصل مع أي حدا حابب يعني يستشير أو يسأل على الأفكار. شكرا معنا أي مشكلة. يا هلا، أهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم، وأكيد بيكون لنا لقاءات قادمة بمعارض قادمة بعد الكورونا إن شاء الله. إن شاء الله.